ايلين، استاذه ام ايلين، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت شيخ، كنت عايز اعرف زكاه الفطر قد ايه؟ زكاه الفطر السنه دي 30 جنيه. طيب لو هو ينفع اديها لمراتك؟ زكاه، انا اسف، زكاه الفطر، زكاه الفطر السنه دي 35 جنيه، لكن طيب اللي 30 جنيه دي الفديه. تمام. هل تجوز اديها لمرات اخويا مثلا؟ يجوز ان انت تديها لمرات اخوكي اذا كانت في، اذا كانت من الفقراء. تمام. انا حامل دلوقتي، معايا بنت وحامل، فهل ينفع ادفع اذبح خروف للاثنين ولا اذبح لكل واحده روح؟ يعني سؤال، انت دلوقتي عندك عندك ابن او بنت قبل كده؟ عندي بنت وحامل في بنت. يعني انت دلوقتي عايزه تجمعي البنتين في في شاه واحده؟ لا، لان هما في الحقيقه كل واحد ليه شاه، فجمعهم ما بين الاثنين. انت لو ذبحتي ده وبعدين ذبحتي للتاني مفيش مشكله خالص. يعني ينفع معزه او جدي ولا لازم خروف؟ ينفع كمان الاثنين دول كمان. تمام. عايزه اسال بقى سؤال اخير. اتفضلي. انا وقع عليا ظلم كبير والكلام دايما كتير. احنا دايما ناخر السؤال المهم على السلم، لازم السؤال المهم يتسال الاول، مش كده برضو؟ اتفضلي. معلش، فكان كنت بقول، لا كان كل الناس اللي حواليا اهلي يقولوا لي معلش. مش معنى كده ان مش معنى كده الاسئله في في الزكاه وفي الحاجات دي مش مهمه، لكن ده انا اظن مهم ليكي انت. انا فاهمه. المهم بقى بنخليه في الاخر. طيب اتفضلي. المشاعر بقى وكده. اتفضلي. فكان اهلي دايما يقولوا لي لا سامحي عشان في حد مشترك انا بحبه بيني وبين الناس دي. طيب. فاهلي يقولوا لي سامحي، فانا كنت اقول لا مش قادره، وكنت بسمع كتير شيوخ يقولوا لي لا، يعني طول ما انت مش قادره تسامحي والظلم واقع عليكي فما تجيش على نفسك. فانا جه الفتره الاخيره دي قبل رمضان مثلا باسبوع وكده سامحت. سامحت خالص، يعني قلت خلاص اني سامحه بقى عشان خاطر الناس اللي بحبها وكده المشتركه بيني وبينهم. فهل المسامحه دي الناس اللي دي اذتني ده كده ان انا ما ظلمتش نفسي؟ طيب اجاوب على حضرتك اجاوب على حضرتك. لا، انت ما ظلمتيش نفسك، بالعكس انت انصفتي نفسك. لان انت مثلا لما تسامحي الظالم، لما تسامحي الشخص اللي ظلمك ده وتتجاوزي عنه، الله يتجاوز عنك يوم القيامه. يبقى انت كده ظلمتي نفسك ولا اسعدتي نفسك في الدنيا والاخره؟ اول حاجه بتسعدي نفسك ان قلبك بيتخلى من كل الاوجاع ديت ومن كل الالام دي، وبتسعدي في الاخر ان ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنك. ده في واحد دخل الجنه بس عشان كان بيتجاوز عن الناس، فمن بالك تتجاوز عن حد ظالمك ظلم شديد؟ فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب ليكي وانت ما ظلمتيش نفسك ولا حاجه.